وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث اتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إقامة نظام مدني ديمقراطي وأحلال السلام في السودان. وأعلن طرفان في بيانهما اتفقا على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية. وجاء في البيان الصادر عقب مفاوضات في أديس أبابا برعاية إفريقية إن الطرفين توصلا لاتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في السودان دون محاصصة. ودعا طرفان المجتمع الدولي لدعم طموحات وتطلعات الشعب السوداني.